جديد في برنامجكم ماتينال الحياة. ماتينال الحياة كل يوم من الاثنين للجمعة مع حسام الرابحي على الحياة فام. ماتينال الحياة الأقرب ليك. سينون كما العادة تلتحق بي المجموعة اليوم للأسف هاجر ماش بيشكون موجودة معنا. إن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق والنجاح والتألق باعتبار أنه هاجر تمثل تونس الكل وتمثل تونس الكل في مسابقة في البحرين كانت شركة مع 3000 متسابق لأنه نقواها هي الوحيدة اللي ترشحت على تونس. دونك اليوم تشد الرحال احمد للبحرين نتمنى ولها ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والتألق وان شاء الله ترجع بحذنا في القريب العاجل. سينو يلتحق بي عزيز كما العاده. عزيز صباح النور ومرحبا. صباح الخير حسام بيك وبكامل ليكيب. صباح الخير لكل مستمعينا على 93 ونتمنى اليوم معاهم صباح حلو. يعطيك صحه سيدي سينو. لقيت هذا باش يكون موعدكم اليوم ان شاء الله في اهم واخر الاخبار الرياضيه. نحكيوا على جي اس كا, نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وتحضيرات المنتخب الوطني التونسي وكل الاخبار اما الرياضات الجماعيه او الرياضات الفرديه مع زميلنا صديقنا السيد ترافيس. صباح النور ومرحبا. صباح الخير حسام, مرحبا بك, تحيه ليك ولكيف مستمعي الحياه فام. بالفعل خاصنا حبايب شبيب الرياضيه القيروانيه اللي تبعوا كل جديد باعتبارنا في بدايه موسم رياضي. نحكيوا على اخبار الجي اس كا في مختلف الفروع. بالنسبه لفرع كره القدم نعرفوا جي اس كا كانت انطلقت في تربص تحضيري في تونس العاصمه باشراف اطار فني جديد يقوده تعرف السيد المخرج مغادي يعمل لي عندك ترانزيسيون عندك ترانزيسيون راني سجلت لك ترانزيسيون. سينو اهم واخر الاخبار الرياضيه تسويت في الانفوسبور. الانفوسبور في ماتينال الحياه. ايوا سيد باش نحكيو على 3 فروع بالنسبة للجي اس كان. نحكيو على فرع كرة القدم, كرة السلة وكرة اليد. اخر التحضيرات لثلاثة فروع بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية. ونحكيو زادا كيف على الاطار الفني الجديد بالنسبة للجي اس كان. بالفعل حسام كما كنت نحكي حبي الشبيبة الرياضية القيروانية اللي يمنيو انفسهم بموسم رياضي خليني يقول محترم باعتبار انه الشبيبة الرياضية القيروانية خسرت عديد الثوابت في المرحلة الفارطة. نعرفوا نزول فريق أكبر كرة القدم للرابطة المحترفة الثانية. فرع كرة السلة موش في أفضل حالات وغادروا منه ملعبية وديما يبقى عنده رمزية فرع كرة السلة باعتبار أنه فرح القراوة برشا وجاب الألقاب للشبيبة الرياضية القيروانية. كيف كيف فرع كرة اليد اللي عاش التهميش في الفترة الفارطة ويحب يرجع لقسم النخبة. بالنسبة للتحذيرات قلت فريق أكبر كرة القدم انطلق في طرابلس التحضيري في تونس العاصمة واللي تواصل بإشراف الإطار الفني الجديد يقوده المدرب ابن النادي محمود الدريدي مع مدرب مساعد كيف كيف هو ابن جي اس كا حلمي أحمام, رؤوف العياري معد بدني ومدرب حراس سفيان الرويسي. إن شاء الله نهار السبت باش يكون الموعد مع مباراة ودية ضد جمعية مقرين أبارتير من 3:30 متاع العشية. إن شاء الله بالتوفيق للجي اس كا. اسمعنا على انتدابات إن شاء الله باش تكون مدروسة مش بالعدد الكبير لكن إن شاء الله تقدم الإضافة للفريق في الفترة القادمة. هذا بالنسبة لفريق أكابر كرة القدم. ونربط كلامنا بسحب التركيبة متاع زوز مجموعات. البارح كان الموعد مع الإعلان على تركيبة زوز مجموعات جي اس كا. في الحقيقة كانت في مجموعة معناتها محترمة ومحترمة جدا فيها في رق صالت وجالت في الرابطة المحترفة الأولى. كي نحكي عليه هلال الشابة نجم المتلوي نادي القربي مستقبل وادي الليل بمبلة مستقبل مرسى اللي عمل فينال كوب جندوبة الرياضية النجم الراسي مستقبل جابس أمل جربة وأمل الركبة معناتها باش يكون الصراع على الشد في المجموعة هذه. إن شاء الله بالتوفيق للجي اس كا وما نخسروش الوقت كما العادة يا حسام نعاودو نذكر ونبه راهو بطولة باش تكون ب 22 جولة باش يكون عندك معناتها رصيد بشري نجم يكون قادر على مجابهة مشوار بتاع بطولة طويل حبينا ولا كرهنا. هذاك علاش لازم نحضروا كل المستلزمات لتوفير ظروف النجاح بالنسبة لفريق أكابر كرة القدم. بالنسبة لفريق كرة السلة البارح كان الموعد مع مباراة ودية ضد الاتحاد الرياضي المنسيري وكانت تحتضنتها قاعة محمد مزالي بالمنسير وشهدت هزيمة الشبيبة الرياضية القيروانية أمام بطل تونس في النسخة الفارطة هو فريق لويسمو بنتيجة 84 مقابل 69 في مقابلة غاب عليها لاعب الشبيبة بالحسن الشيحي وتدخل في إطار تحذيرات الجي اس كا للبطولة اللي باش تستهلها يوم 24 سبتمبر بمواجهة الملعب النابلي في قاعة بيرشلوف
بنابل. هذا بالنسبة لفريق كرة السلة، نحكي وكيف كيف على فرع كرة اليد بالشبيبة الرياضية القيروانية. والبارح العائلة الموسعة، وكان اجتماع بحضور مسؤولين على فرع كرة اليد مع القيدوم المدربين، خليني نقول السيد العيار المدرب الوطني السابق اللي عاد من جديد لبوابة الشبيبة الرياضية القيروانية من خلال إشرافه على الإدارة الفنية. البارح رسميا تم تعيين السيد العياري مدير فني جديد لفرع كرة اليد بالشبيبة الرياضية القيروانية من أجل إعادة ترتيب البيت وإعادة هيكلة فرع كرة اليد بالجي اس كا. نعرفه فرع كرة اليد عنده تاريخ كبير في القيروان، وعديد الأسماء يقودهم السيد العياري، إبراهيم الجباس المرحوم، منصف المكني، لمين الترابلسي، برشا برشا، حافظ الزويبي، سامحوني اللي ما ذكرتهمش. معناتها بصراحة الوضعية اللي يعيشها تو فريق كرة اليد بالجي اس كا ما هيش في حجم الأسماء والتاريخ متاع كرة اليد القيروانية. إن شاء الله العائلة الموسعة لكرة اليد تلتف حول الفريق هذايا، وكل واحد من المكان متاعه قادر على تقديم الإضافة وإعانة الفريق هذايا باش يسترجع الأمجاد متاعه إن شاء الله في الفترة القادمة. هذا بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية. نعرفوا الحدث المرتقب اللي ينتظروا فيه التوانسة هو مباراة تونس والبرازيل اللي إن شاء الله باش تدور يوم 27 سبتمبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في البارك دي برانس. مباراة كبيرة باش تجمع منتخب، معناتها بصراحة مش كل مرة تلعب له مباراة ودية، منتخب البرازيلي اللي باش يكون مدجج بقائمة النجوم الكبيرة اللي عنده يقودهم النجم نيمار. كيف كيف برشا أسماء معناتها كان وجه لها الدعوة مدرب المنتخب البرازيلي. بالنسبة للمنتخب التونسي كما نعرفه كان انطلق في تحضيراته في أنيكس رادس بإشراف الناخب الوطني جلال القادري. البارح كان اكتمال النصاب من خلال التحاق بعض المحترفين على غرار وهبي الخزري. إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر مليح للزوز مقابلات هذوما. الناس الكل حكيت على مباراة البرازيل، لكن قبل هذايا منتخبنا باش يلعب ضد جزر القمر يوم 23 سبتمبر كيف كيف في فرنسا. زوز مقابلات يدخلوا في إطار تحذيرات نصور قرطاج المونديال قطر 2022، المحطة اللي ننتظروا فيها التوانسة الكل. خاصة كي نرجعوا بالتاريخ مش بعيد برشا، نذكروا كل النسخة المتميزة اللي عملها منتخبنا في كأس العرب في الأراضي القطرية. إن شاء الله منتخبنا بحلم التأهل للدور الثاني. صحيح مجموعة نعرفوا صعيبة ضم منتخب الدنمارك المنتخب الفرنسي وبنسبة أقل منتخب أستراليا، لكن المنتخب التونسي أكيد ولات عنده تقاليد في المشاركة في الدور الأول. صحيح عمرنا ما اجتزنا الدور الأول، لما لا في دولة عربية نحلم باش نكونوا موجودين في الدور الثاني من مونديال قطر. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي في النسخة القادمة من مونديال حسين. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، بالتوفيق زيادة كيف كيف للشبيبة الرياضية القيروانية في ثلاثة فروع متاعها، نحكي على كرة القدم، كرة اليد، وكرة السلة. عزيز والله يا حسام، نتمنى وسنة جيسكا شبيبة الرياضية القيروانية ترجع لمكانتها الطبيعية واللي هي رابطة المحترفة الأولى. بالرغم الحقيقة البدايات صعيبة والمتعثرة، نشوفوا تعيين مدرب خالد بن سيسي اللي ما كملش شهر وخرج، نشوفوا فما نقائص كبيره في الانتدابات. كيف كيف بالنسبه لفرع كره السله اللي عودنا على الالقاب وديما يلعب في الادوار المتقدمه، كان شارك ثلاث سنين واربع سنين تالي في الافرو باسكيت وديما في نصف نهائي سواء في الكوب ولا في البطوله. الحقيقه العامين الاخرانيين كانت تراجع برشا مردوده في كره السله، عاملين كان على بلاي اب. نتمنى وسنين تكون انطلاقه صحيحه ويرجع لمكانته الطبيعيه على البوديوم. فقط حسام في نفس الاطار كما كان يحكي عزيز زك، بكل لطف نطلبوا من احباء شبيبه الرياضيه القيروانيه، قاعدين نشوفوا في اخبار على اليمين وعلى اليسار في صفحات التواصل الاجتماعي ونقد كبير. وبصراحة رأي الكورة في تونس والرياضة أصبحت لا تتحمل، معناتها اللي يجي يهبط تدوينة على الفيسبوك ويحكي كما يحب ويقدح في الأشخاص. يا خويا أنت مثلا ما تفهمش معاه، وإلا ما يعجبكش استراتيجية متاع هيئة تسييرية، وإلا واحد عنده صفة في هيئة مديرة، لكن ما نوصلوش أن نحكيه على أعراض الناس ممكن تنتقدوا في الصفة متاعه في طريقة عمل متاعه. وهذا حبينا ولا كرهنا هو بعد المسؤولين على الرياضة التونسية يجي يقول لك أنا نحط فلوسي ونعطي من وقتي على حساب عائلتي وحساب، ومن بعد نسمع الكلام هذه بصراحة معناتها اللي ضر الكرة التونسية. وشفنا عزوف كبير من المسؤولين، أبرز دليل جي اس كا فتحت باب الترسل
ترشحات مرتين ما تقدم حتى حد، نزيدوهم الامور الماليه اللي مش في افضل حالاتها بالنسبه للشبيبه الرياضيه القيروانيه. مثال جمهور جي اس كا يصبر شويه، خلت بامبي الكوره معناتها بلغتنا احنا، نشوفوا انتاج ثم كان ثم تقييم، كان ثم اخطاء النجم ونحكيوا عليها، ما نحملوش الناس مسؤوليات وهي مازالت ما ثم حتى شيء، ما ثم حتى عناصر معناتها للتقييم حاليا. فقط نكون على الاقل اللي ما ينجمش يعاون حتى من الجانب المادي ومن الجانب المعنوي، افضل حاجه ينجم يعملها على الاقل يلتزم الصمت ويقعد من بعيد يراقب في النتائج نتاع الفريق في الفتره القادمه. وراو نقولوا في الكلام هذايا من باب الغيره ومن باب الحب نتاعنا الفريق الجهه الاول في القيروان، حبينا والكرانا اللي هو القروان بالضبط، اللي هو فريق شبيبه الرياضيه القيروانيه واسم جي اس كا السيد بالضبط بالضبط الشعار هذاك. راو المسؤولين يمشي ويجي والهيئات تتعاقب، راو تبقى الشبيبه الرياضيه القيروانيه مدرسه كبيره حبينا ولا كرهنا. راو صحيح اهم حاجه هو الجانب المادي توا في رياضتنا، لكن زيادة نحترموا الناس كي تبدأ عندها سيفة وتدخل وتعطي من وقتها وتعطي من فلوسها وتعطي على حساب معناتها برشا حاجات، على الأقل نكونوا متفاهمين معاها ونكونوا نقولوا كلمة خير ونشجعهم، وبعد توجيه التقييم وقت اللي يغلطوا نقولوا لهم راكم غلطتوا ونحاسبهم. إذا هو نداء آخر زادك كيف سيد للشركات المنتصبة حتى على مستوى ولاية القيروان أنها تقدم الدعم المادي خاصة لفائدة فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. نعرفوا كون كل الفرق تمر بصعوبات مالية، لكن الجمهور لهنا هو اللي لازم يعطي الكلمة متاعه، أحباء الشبيبة الرياضية القيروانية هما اللي لازمهم يدعموا الفريق. وقت اللي نعملوا تذاكر متاع دعم لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية راهو لازمنا نمشي وندعموا، إذا كان نحبوا فريقنا ونحبوا الشبيبة راهو 5000 دينار، 10000، بمليون، بمئة مليون، كل قدير وقدر، كل واحد باش ينجم يعاون يمشي ويعاون. وهذا من ناحيه الجمهور، زاد كيف من ناحيه الشركات المنتصبه على مستوى ولايه القيروان، هذا واجب انه تشجعوا الفريق اللي بالحق يعني هو المتنفس الوحيد في ولايه القيروان. كل المعتمديه تقريبا تبع الشباب الرياضي القيروانية، قراوا كل يحبوا فريق الشباب الرياضي القيروانية، فلازمنا كونه ندعمه ماديا خاصة. وتعرف المال قوام الأعمال، اليوم كيف نحكيه على كرة القدم ونحكيه على الاحتراف سيد. صحيح حسام، تو انت جبت موضوع نجم نقعد ونحكيه فيه ساعات معناتها باعتبار ولاية القيروان نعرفوا ثروات كبيرة فيها. أقل حاجة نجم نقولها لك عندنا 8 مصانع نتاع مياه معدنية في القيروان، يعني كل مصنع يعطي ما نعرفش أنا صوم وعينة. تو نحلوا مشاكل الشبيبة تقريبا نتاع باسم، ما نحكيوش على مصنع الطبق بالقيروان، مصنع الاسمنت ما نحبش نسمي، لكن راهو مادام انت منتصب في الجهه ونعرفوا قروان راهو قروان صغيره وناس كل تعرف بعضها ما نخبيو حتى شيء، ما عندنا حتى متنافس معناتها اللي هو الفريق اللي يستقطب شباب القيروان في مختلف الاختصاصات في كره القدم في كره اليد في كره السله. على الاقل ندعموا يا خويا، نعرفوا ظروف البلاد صعيبه شويه، لكن لازم السلطات الجهويه تتحرك شويه ولايه القيروان البلدية الناس الكل نلتفوا. ناخذوا مثال الاتحاد المنسيري وقت اللي يتعرض الأزمة مالية معناتها لقى رجالاته ولقى ناس رجال مستير خليني نقولها، لقى البلدية لقى الولاية اللي رصدت ميزانية وضخت في خزينة الاتحاد المنسيري ولقى الحلول، وكشفنا القفزة النوعية اللي عملها الاتحاد المنسيري. إن شاء الله مثال يحتذى به لما لا في القيروان، عنا رجالات عنا شركات، إن شاء الله تحسن وجه الشبيبة الرياضية القيروانية، خاصة أن على موسم جديد فيه برشا التزامات من حيث الجانب المادي. حسين عزيز متابع لجي اس كا، اكيد محب وفي للشبيبه، وبالحق كما قال السيد نتمنى القراوة الكل وجميع احباء الشبيبه الرياضيه القيروانيه يلتفوا حول النادي ويعاونوها سواء ماديا ولا بالكلمه الطيبه، ونقفوا ورا جمعيتنا خاطر بالحق بلاصتها الحقيقيه هي رابطه المحترفه الاولى. هذا هو، هذيك صحه السيد رابيسي على كل هذه المعطيات. هذا باش يكون موعدكم اليومي في جوله في اهم واخر الاخبار الرياضيه، خاصه وانه جايين على كاس العالم ونهائيه كاس العالم، دونك كل الاخبار حينيا وفورا تلقوها في نشراتنا الرياضية في برامجنا الرياضية وكيف كيف زادة في برنامجكم متن الحياة. سينو هذا شو كان عنا بالنسبة لليوم في أنفو سبور.